ديالنا الخوت رياض بعد ما وصلنا للمصيد اللي غندخلوا ان شاء الله باش نصيدوا. بعد ما وجدنا الماتيريال ديالنا الصباو طعماو كلشي غنكون نصيدوا ان شاء الله لداخل. خلينا شي رياض دخلوا سابقينا دخلوا شي رياض سني الشومبرير باش مرصين تمايا وندخلوا على مولانا ان شاء الله وخليكم معنا تنوصل المصيد. الله يستر بك. اش كاين؟ لاباس عليك؟ الله يحفظك. كتعاود؟ شي مزيان؟ يا طراسيا مزيان الرئيس اييه. شنو هو شي العجنة؟ ماشي خايف قدك ها وحدة بارا اش معي شي سيبي غادي يا رص ياك زين الله يحفظك. زوين الحمام واش باغي نطلع الفوق ليه؟ تمشي عندك البارك السيمانة الفايتة راك تصور التاتبي عندي وحدة ولكن ما كتشد الشعر واش باغي نطلع عليها نمشي نرصي فوق تما كاين واحد كالون ايه اش جايب معايا حشرة جايب معايا لا مولانا الله يحفظك عندي سيبي الرئيس التشبيك ديال مرصي يسهل عليه نمشيو نرصيو ورا ان شاء الله حار ماص شنو بقى منو نرصيو هنا ان شاء الله نشوف الحشره ديالنا هنايا نرصيو ان شاء الله
واحد الرئيس جاي عندنا. السلام. انا دخلت من ليه الله يرحمه بخير. وانا مكرس في الموطور. ها مكرس في الموطور. علاش الشوم برير صحيح؟ ها هاني ماشي مشكل. ولا عطيت لي الطريقه. ها كنت غادي نجيب الموطور فشو. ها جيت غادي قاعد هنا ديالك ودير جيب عطيتي تاع الموطور ودير الشيخ ما ديال الموطور. ها ودير في البال بس البال بيكون عندك عريض ما يكونش عندك رقيقه. اييه شوف الشيخ ديال الموطور خلي عمر راه بقى نخلي تما انا كاع اختو على يدي شي واحد. ها كوايله مطحره انت الرئيس دابا خفت لها شي بروشي يهزو. خدام خدام راه قاضي غرض. سرطاش ها تما الرئيس الاخر هذاك اللي طالع الفوندو. ها كاين واحد شي واحد طالع لها الفوندو. ها ايه ها ياك انا طحت لي الطاسه ديال الفيزكا يا صاحبي والله العادي. ها مفتوحه هادي باني جا مدري واحد الجوجات صح. ها كاين على السما والرئيس والرئيس راه واخا شداتك الكاميرا. هاني ماشي مشكل نصور.
شكون؟ ها انت الرئيس راك مجدود ها؟ بشارع لا مولانا ودي الرئيس اللهم يسر ها كبايلة راه كضرب عليك كبايلة كدير بحال وين طلعتها فيها الروندا داكشي علاش ماشي مشكل ها الشعرة راني خدامة في الشعرة هادي ها خدامة في الشعرة ها شي دايرة في الحرام ويلا يا مع الدراري انت في البراكة طرفايه شرفين اسي شو السمية شرفين الرئيس محمد طرفايه نعم ان شاء الله ها ها الله 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 شكون؟ الرئيس الحسن اه عمر هذا داك السيد
الاناناس اناناس وكبايلة كبايلة اش كديرها؟ بابا انا جايب معايا هذا وكنتعذب معاه. تبدلوا لا
نمشيو دابا نحاولوا نصيد تحول شويه من بعدو من هنايا قصرنا تبارك الله على الحداد و الاناناس وقبايله و الشرن حتى هو كان. المهم كاين واحد الحصيله ديال الحداد والشرن تبارك الله غادي نشوفوها من بعد. وما دا هو الباركو اللي هو باركو ارماس. المهم هذا هو الباطو ديال ارماس هو هذاك اللي شفتو حرش هنا. الباطو كبير واحد الباب ديالو هنا وهذا الباب ديالو الباب اللي كان كيخرج الطوموبيلات. غنحاول نصيدو هنا نصيدو هنا بجنبو بجنب ديالو اللي فقط راه هنا مش عارف كون شي حاجة قرب علينا شي شي بيصة زوينة ديال الشرعول شي امونة ان شاء الله. المهم الرياس ان شاء الله دابا حنا غادي نخرجوا. المهم قصرنا شويه جاب الله التيسير جاب الله التيسير ما خيبناش الله. نخليو الرئيس التاتبي هنا راه مازال كيصيد التاتبي قد اخي كيصيد انا يعني تقادت لي تقادت لي الطعمه العجينه ما كفاتنيش كاين تبارك الله ما يدار. المهم نخليكم تخرجوا باش نشوفوا الحصيلة ديالنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد يوم طويل وعناء باللي الرئيس حكيم أو الرئيس حكيم هذا هو حصيلة الأخيرة. شي كلمة الرئيس حكيم اللي تشوفوا الخوتي الله خرجنا هي الحصيلة كما كتشوفوا. أنا لازم حداد طبايلة وشتري المون فاتو نخلق ونتفانينا شوية ما أخيب رسول الله تبارك الله أخوة تبارك الله. أنا ناس سميت هذاك الحداد هذاك حداد ولينا ناس شرن وكابايلة شرن وكابايلة المهم كنا معولين على الشرع وجب صلى الله وراخرا إن شاء الله شري كينو الله الإخوان اللي مازال ما تشارك مع حكيم في القناة ديالو راه يجيكم كل جديد راه كيعاني باش يصور هاد الفيديوهات لي جيم وبارطاجيو مع صحابكم اللي مازال ما تشارك في القناة ينزل يشارك.